يقول: رزق ابن عمي بولد متخلف بعض الشيء، وعندما بلغ السادس من عمره خرج من البيت خلسة وذهب إلى الشارع فصدمته سيارة فمات، فهل على أهله صوم؟ الصوم على الذي صدم، على المباشر، صاحب السيارة هو الذي يكون عليه الكفارة، لأنه هو الذي باشر وصدم هذا الإنسان فقتله خطأ، هو الذي عليه الكفارة. نعم.